بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثاني لهذا الموسم. السباق أقيم برعاية كؤوس إسطبلات الجسم، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة والسيد عبد الرحمن الجسمي مالك إسطبلات الجسم وجمهور جيد من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وفي ختام السباق تم تقديم كؤوس إسطبلات الجسم إلى الفائزين، حيث قام نادر الجسمي بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز جيمس نيلر، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قام مالك إسطبلات الجسم عبد الرحمن الجسمي بتقديم كأس الشوط الرابع إلى المضمر جعفر مرزوق، وقدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، فيما قدم الجسمي كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز فوزي ناس.